الو، ايوه مساء الخير يا قصقص. مساء النور، ازيك؟ الحمد لله. اتعرف بيكي؟ ناديه. ناديه كم سنه؟ ناديه 21 ونص. ونص لازم الواحد لازم النص ده يعني يعني الواحد لما بيكبر في السن، لما توصلي للسن بتاعي ده هتبقي مش عايزه تقولي ايه سنك اساسا، انت عايزه تكبري نفسك نص سنه كده يعني. طيب قولي لي، مرتبطه؟ اه، يا ريتني ما ارتبطت ولا اتنيل. ليه بس كده؟ ليه؟ بس احكي لك بقى الموضوع باختصار كده وقول لي اعمل ايه. قولي. بس مبدئيا كده انا اتعرفت على واحد من خلال الشغل بتاعي، ما زلنا التدريب تبع كليه التجاره في البنك يعني. اتعرفت عليه، هو كان انسان محترم قوي واخلاقه وذوق، والناس بقى بتقول عليه ان هو ستريت ومش بتاع بنات والحاجات دي. انا بقى ايه اعجبت بالشخصيه، وانا اللسان اللي عايز قصه انا اللي ايه رحت اتكلمت معاه. فرحت راح قايله ان انا ايه معجبه بحضرتك، بيقول لي ان احنا كنا بنتكلم مع بعض، قال لي وانا كمان معجب بيك. اكتشفت بعد كده ان هو ما كانش معجب بيها ولا حاجه، كل الفكره ان هو مشدود للشخصيه اللي قدامه، وفي نفس الوقت هي شخصيه محترمه وكويسه وخلاص، وهو مش عايز يعني ايه، هو مش بتاع بنات ولا الكلام ده. طيب ما هو الاعجاب يا بنت الناس بيبدا بان الانسان يكون مشدود في البدايه لحد، وبعد كده تتحول الشده دي لاعجاب، والاعجاب بيتحول لحب، والدنيا بتتحول كده. تمام. انا بقى مش معاه سنه، رحت كلمته، حسيت الاول بيتهرب مني، اصل احنا لسه صغيرين وانا لسه ما كونتش نفسي، مش عايزه اضحك عليك يا بنت الناس ولا اربط الجنب. شويه ولقى نفسه اللي هو ايه تقدر تقول اعجب بيا ومش عارفه ايه. فبعد كده وحبني بقى، قال لي هاخد الخطوه وهعمل الحركه دي يعني، او انا هاخد الخطوه وهكلم البنت ديت وتيجي زي ما تيجي تجربه. هو اللي قال لي الكلام ده بعدين، وفعلا كلمني وعمل لي شويه اختبارات صغيره كده في الاول عشان يعني ايه عارف اللي هو زي ما تقول يعني يتاكد ان انا انسانه كويسه وبحبه والكلام ده، زي ما يضغط على مشاعري في لحظات وهكذا يعني. المشكله في بينه وبينه ان هو ايه بعد كده تلاقيه مره واحده خد جنب وبعد. تمام. مره مثلا ايه عشان مشكله ملهاش لازم، مره ويرجع تاني، يرجع احسن من الاول، يرجع يتكلم معايا وكل حاجه. هو شخص شغال في مستقبله، بيسعى على نفسه، وفعلا بيحبني وما حبش غيري في حياته. انا فعلا انت بتقولي فعلا بيحبني؟ اه. ولا هو شاكك في العلاقه، شاكك في مشاعره تجاهك عشان كده كل شويه يبعد ويرجع؟ لا، هو كل الفكره ان هو زي ما تقول هو اتكلم مع يعني مع حد انا اعرفه، وقال في مره ان انا بخاف عليها من نفسي وبخاف عليها من مشاعري وبخاف عليها من كلام الناس، فعشان كده ببعد. وفي لحظات تانية بيصد من الدنيا كلها وبيبعد. هو من نوع الشخص زي ما تقول كده عملي عقلاني، مش بتاع عواطف والكلام، ما بيعرفش يتكلم ولا يعبر ولا بتاع الكلام. حلو قوي. وبعدين بيفضل بقى ايه كل شويه يروح ويرجع. مره احنا بس خلينا كويسين مع بعض واصدقاء لحد ما ربنا يكرمني وانا هتقدم لك، كلم اهلي وعرفهم ووعدتهم ان هو هيقف على رجليه وكذا وتمام. جميل. يعني الولد واخد خطوه كويسه جدا. وكمان خلاني كلمت اهله وخلي اهله يتعرفوا عليا علشان يعني ايه يخلي اهله هم نفسهم اللي يرشحوني ليه، علشان يعني اللي هو تمام. جميل. بس مشكلته في علاقته معايا ان هو لا بيعرف يتكلم ولا بيعرف مثلا يعبر، وتلاقيه دايما طول الوقت في كلامه اسلوبه مش كويس معايا. تمام. اسلوبه مش كويس ازاي؟ يعني دبش في كلامه كده. دبش في كلامه؟ بينطح في الكلام كده. طيب. لانه ما عندوش خبره. بس في الوقت برضه تلاقيه كل فتره يروح ويرجع، واخر مره واخر خناقه اتخانقناها كان بسببها حاجه بسيطه. اه. وفي حاجه كمان، في مشكله بيني وبينه دايما حاجتين اتنين على طول معقدين الامور بيني وبينه. اول حاجه ان انا دايما اقول له غير من نفسك، غير من اسلوبك، غير من اسلوبك مش هينفع. تاني حاجه ان انا كلابيزه شويه وهو رفيع قوي، وهو الحته دي مضايقاه. طيب تعالي نرص الكلام بقى واحده واحده، اوكي؟ اسمعيني بقى وركزي معايا في كل اللي هقوله. مبدئيا الولد ملتزم جدا، محترم جدا، ما تحكش عليكي. راح كلم اهلك وقال لك انا بكون مستقبلي وهكمل، يعني هو لو كان ولد لعبي وكان عايز يلعب ويهزر وبتاع ما كانش عمل كده اساسا، فده شيء يحترم في الراجل ده مبدئيا. فده انسان محترم، دي اول حاجه. تاني حاجه، حدوتة نبعد ونقرب ونبعد ونقرب ويحصل خلافات كتير، ده طبيعي جدا في اي علاقه في البدايه. انما ما نقعدش نقول له كل شويه لازم تغير نفسك، لازم تغير نفسك. مش هيغير نفسه بسهوله. انما ممكن تقعدي معاه وتتفقي معاه على حاجه، تتفقي معاه على ان احنا لما يحصل بينا خلاف ما ينفعش نبعد عن بعض. نقعد ندردش، نصلح،
نأجل الحوار في الموضوع لحد ما الدنيا تهدى ونرجع نتكلم فيه تاني، إنما نقعدش كل شوية نبعد ونقرب لأن ده بيبوظ العلاقة. دي أول حاجة. تاني حاجة، حدوتة إن هو الولد رفيع شوية وأنت زي ما بتقولي كده مليانة شويتين، ده أمر سهل جدا يعني. ببساطة مطلقة أنت ممكن تعملي دايت وتهتمي بنفسك شوية، لأن ده مهم قوي. لأنك لو ما اهتمتيش بنفسك قبل الجواز، بعد الجواز هتبقي قد كده مرتين. طب ما تهتمي من البداية علشان لما تتجوزي وتخلفي وخلافه تفضلي مهتمة بنفسك. وبعدين من حقه ان هو يكون الانسان اللي بيحبها مهتمة بنفسها. في ستات كتير جدا مقتنعة ان هو انا كده وده نظامي، وان كان عاجبك تحبني تحبني ما تحبنيش. لا، مش كده. الدنيا مش قفش. الدنيا لازم يكون فيها شوية سنس، شوية عقل. زي ما انت عايز الراجل اللي انت مرتبطة بيه يكون نظيف في نفسه، ويكون مستحمي دايما، يكون حاطط برفيوم، يكون حالق دقنه، يكون مهندم في حاله شويه، شكله برضه وسيم نوعا. الراجل عايز يشوف الست جميله، والست اجدى انها تكون جميله، انها تهتم بنفسها. فاهتمي بنفسك، ما تعقدوش الامور طالما الدنيا رايحه في خير. لان احنا في اليومين دول بيقولوا معدلات الطلاق والانفصال وصلت ل 80%. احنا عايزين نقللها، عايزين ننزل تاني تبقى معدلات الطلاق والانفصال 0%. وده مش هيحصل الا لما نتفاهم مع بعض، الا لما نختار صح، الا لما نكون بنتصرف بمنتهى العقل.